أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار مدحت إدريس أن اللجنة تسلمت اليوم مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد لإبداء رأيها في مشروع القانون على أن يتم إرساله إلى لجنة صياغة القانون مرة أخرى. أضاف أن مشروع القانون ليس نهائيا ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالقانون، يمكن تعديله في أي وقت، وبعد صدور القانون ستجتمع اللجنة لتحديد النطاق الزمني للعملية الانتخابية ومراحلها. هذا القانون في تقسيم الدوائر على البيانات الرسمية للدولة، هذه البيانات صادرة بالنسبة للسكان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيبين لنا عدد السكان، هو المسؤول عن بيان عدد السكان بطريقة دقيقة في مصر. أيضا اعتمدنا على تحديد أعداد الناخبين وتوزيعهم في مصر على ما أخذناه من بيانات من اللجنة العليا للانتخابات. أفاد المتحدث العسكري بأنه تم القضاء على 16 مسلحا شمالي سيناء على مدى يومي الخميس والجمعة. وذكرت تقارير صحفية عن مصدر أمني بشمال سيناء أن قوات الأمن تمكنت من تصفية 4 عناصر مسلحة من الجماعات التكفيرية بالعريش والشيخ زويد. من جانبها أفاد مراسل النهار اليوم بأن قوات الجيش والشرطة داهمت عددا من المزارع بجنوب مدينة رفح، وتم ضبط 4 عناصر تكفيرية داخل إحدى العشش وبحوزتهم أسلحة آلية وقنبلة يدوية محلية الصنع وشعارات خاصة بتنظيم داعش مكتوب عليها ولاية سيناء. اطمأن الفريق أول صدق صبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اطمأن على الحالة الصحية لضباط وجنود القوات المسلحة الذين أصيبوا في أثناء أدائهم لمهامهم في القضاء على البؤر الإرهابية في سيناء. وأكد الصبح أن مصر ستبقى صامدة في مواجهة جميع التحديات بفضل عزيمة وإصرار أبنائها على من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في جميع ربوع مصر. نشرة الخامسة من النهار اليوم لا تزال مستمرة ونتابع فيها أيضا بعد الفاصل. 7 سنوات من أعمال التطوير في طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي توشك على الاكتمال، فمتى تنتهي أزمة المرور داخل الاسكندرية؟ أم حافظ ربنا يديك الصحة. بص للمرور، بالله عليك تبص للمرور، شوارع